بسم الله الرحمن الرحيم. من منصة وزارة التربية والتعليم معكم مستر علي البدراوي. إن شاء الله هناخد لوسن 4 من منهج جريد 4 إن شاء الله. بنتكلم في لوسن 4 Composing and Decomposing Number. نبدأ كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. Composing and Decompose. تمام. معانا هنا نمبر بيقول لي to decompose the number. الطريقة اللي معايا دي اسمها standard form او composed form. نقراها كده 5,456,387. First way الطريقة الأولى اسمها standard form اللي اتعلمناها دلوقتي. 5 في المليون. ال 5 5 والمليون 30 يبقى 60 يبقى ال5 ومعاها 60، او بالطريقه اللي اتعلمناها دلوقتي بالذرات اللي بنعدها بالطريقه دي احنا هنوصل لل5 اهي. تمام، ادي ال5 بعدها 1 2 3 4 5 6 حط 60 1 2 3 4 5 6 بلس ال4 بعد الفور 5 ديجيت 1 2 3 4 5 بلس الفايف الثانية 5 وبعدها 4 ديجيت 1 2 3 4 كمان بلس ال 6 بعدها 3 ديجيت 1 2 3 بلس ال 3 وبعدها 2 ديجيت يبقى 2 0 بلس ال 8 وبعدها ديجيت يبقى 80 وبعدين ال 7. قلنا بأي طريقة، المهم وأنا بكتب وبحل أحل صح. تمام كده، يبقى دي 5 مليون يعني 60، 400 ب 20، 1000 ب 30 يبقى 50 مع ال 4، 550 ب 0 في 1000 ب 30 يبقى كلهم 40، 6000 ب 30، 300 ب 20، 80 ب 07. سكند واي، الطريقه الثانيه. ايه الطريقه دي؟ الطريقه دي اسمها دي كومبوزد، نفس طريقه الستاندرد بس لو فرقت بينهم. اطلع كده الستاندرد اللي مكتوبه دي، ايوه هنا شايف المكان ده، شايف هحط هنا 1 واعمل تايمز يبقى 5 تايمز 1 مليون. شايفين ال 4 دي؟ هعمل بين الفور والزيروهات تايمز و1 يبقى 5 هتبقى الفور ده تايمز 1 والزيروهات دي كلها هتنزل معايا هنا 100,000 وال5 دي هكتبها تايمز 1 والزيروهات اللي مع الزيروهات دي هكتبها هنا لانها 50 في 10,000 فبكتبها الرقم اللي فوق. الطريقه اللي فوق دي طريقه الستاندرد فورم، دي طريقة بنقول عليها بالفاليو. طريقة بقى ديكومبوزد بالبليس فاليو بس بكتبها بالديجيت. ازاي؟ يعني مثلا انا هرجع تاني واقول نفس المسألة، انا قلت الفايف تمام، هكتب نفس حله تايمز الفايف قلنا فين؟ في المليون. اكتب مليون بدل ما اكتب لي مليون بالليتر اكتبها بالماس، يعني اكتبها بالزيرو بالزيروز بتاعتها مليون 60 اهو تمام بلس 4. الفور دي مكانها فين؟ في ال 100,000 اكتب لي تايمز 100,000 بلس ال 5 في ال 10,000 يبقى تايمز 10,000 يبقى البليس فاليو بتاعها 10,000 بلس ال 6 البليس فاليو بتاعها فين؟ في ال 1000 يبقى تايمز 1000 بلس ال 3 في ال 100 يبقى تايمز 100. انا بنقل نفس الحل اللي فوق بس وانا بكتبه وبشرحه. بلس ال 8 هكتب ال 8 فين في ال 8 دي؟ في ال 10 يبقى تايمز 10 بلس ال 7 في ال 1 7 تايمز 1. يبقى الطريقه اللي كتبتها دي اسمها الدي كومبوز، يعني بالعربي كده تحليليه، بنحلل العدد بنطلعه كل نمبر والديجيت بتاعته، الديجيت الموجوده والبليس فاليو بتاعه، بس البليس فاليو مش بكتبه بالليتر، انا بكتبه بالنمبرز بتاعه.
تمام كده، نكمل نشوف كده اللي بعد كده. ده المهم كده، ده الكومبوز ده عايزين نحطه، نكتب النمبر ده في البليز فاليو شارت. الشكل اللي قدامي ده اسمه البليز فاليو شارت، ده اللي انا بشتغل عليه ده اسمه ايه؟ البليز فاليو شارت. نكتب النمبر ده كده، هكتبه من اول، من هنا من الوانس الزيرو ها والتو، الفور في الهندرد، الزيرو في الوانس بتاع الثاوزند في الثاوزند، والثري في التين ثاوزند، والزيرو في الهندرد ثاوزند، والسكس او معلش الفور في المليون، التو في التين مليون، الوان في الهندرد مليون، السكس في الايه في المليارد. عايز اعملها بالديكومبوز، هطلع اكتبها له بالديكومبوز، هبدا له كده 6 تايمز 1 في الهند في المليارد 9012345678 9 بلس ال1 في ال100 مليون 100 مليون ادي ال100 والمليون 6 2 و2 و2 بلس ال2 في ال10 ب20 مليون 60 36 بلس ال4 في المليون 60 1 2 3 4 5 6 بلس ال3 في ال10 ب30 ثاوزند 1 2 3 بالثاوزند بلس ال4 في ال100 وال2 في ال10 20. يبقى انا كده عمل ده بالديكومبوست. نكمل كده، خلاص ما عادش قدامنا الا حاجات بسيطه جدا. النمبر ده اللي احنا شايفينه في البليس فاليو شارت عايزين نطلعه نكتبه وبعدين نعمله بالديكومبوست. ها هكتبه برضو كده 5 مليارد 400 مليون 159024. اكتبه بالديكومبوست 5 تايمز 1 مليارد يعني تايمز 1 مع 903 و3 و3 بلس 4 تايمز 100 مليون هذا ال 100 ب 2 0 والمليون ب 6 0 يعني 8 0 بلس ال1 في ال100 1000 1 في ال100 ب 2 0 وال1000 ب 3 0 بلس ال5 في 50000 3 0 بلس ال9 1000 بلس ال20 بلس كمان ال4 تمام كده. ده مكتوب بالديكومبوز، ده عايز اكتبه اول كده 5 في الملي 7 في المليارد 7 هنا 5 في 10 مليون يبقى ال 100 مليون مش موجود وال 5 في 10 مليون والمليون خلص كده، ال 4 في 10000 وال 3 في 1000 يبقى 43000 وال 5 في 9 في الايه في الوانس يبقى 509. نقراها كده 7 مليارد 50 مليون 43,509 نكتبه هنا 9 هنا وفي التنس في 0 وفي ال 105 وهنا 3 4 0 في ال 100,000 0 في المليون 5 في ال 10 مليون 0 في ال 100 مليون 7 في المليار. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاع النهاردة، خدنا الكومبوز والديكومبوز. ان شاء الله نتقابل في الحصة الجاية ونتكلم في موضوع جديد من جريد 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر علي البدراوي مدرس ماس في محافظة دمياط، وبالتوفيق ان شاء الله.